دلوقتي جه معاد إجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال حلقتنا النهارده: رأيك في أداء السعودية أمام المنتخب الأرجنتيني وتونس أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم؟ أحمد عيد: مساء الخير عليك، أنا بشكرك جدا. أداء السعودية أمام الأرجنتين كان جيدا وفوز تاريخي، وأداء منتخب تونس أمام الدنمارك كان ممتاز وكان يستحق المكسب. كل الدعم والتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركه. انا نونه: مساء الخير عليك، انا بشكرك جدا. الصراحه اداء رائع لتونس والسعوديه، شرفتوا العرب وشابوا ليكم بجد، وعقبال المغرب. كل الدعم والتوفيق ليكم في اللي جاي. فرح: مساء الخير عليك، انا بشكرك جدا. مباراه السعوديه والارجنتين مش متوقعه امام منافس قوي جدا مرشح للفوز بكاس العالم، ولكن السعوديه غيرت توقعات الجميع وعملت مباراه كبيره ورائعه، ورينارد مدرب عبقري. اما مباراه تونس والدنمارك مثل النتيجه اللي توقعتها، بس اداء تونس كان كويس ودحمان حارس تونس عمل مباراه جيده، وبالتوفيق للمنتخبات العربيه والافريقيه. مريم: مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا. اداء السعوديه جيد واكثر من رائع، وحققوا انتصار تاريخي على الارجنتين، واداء تونس كان جيد وحارس المرمى كان متالق، وخرجوا بنقطه ثمينه من الدنمارك، شرفوا العرب عقبال المغرب. تحياتي ليكي، تحياتي ليكي انت يا مريم. أمير: مساء الخير يا ماما، بشكرك جدا. أداء منتخب السعودية كان أكتر من رائع وحاجة تشرف بجد، واللعيبة عملوا مباراة للتاريخ أمام منتخب كبير بحجم الأرجنتين، وبتمنى ليهم التوفيق في القادم، وإن شاء الله يكونوا في دور الـ16. أما أداء تونس من وجهة نظري كان متوسط، وإن شاء الله يكسبوا، إن شاء الله اللعيبة تركز ويقدروا يكسبوا الماتشات اللي جايه ويكونوا في دور الـ16 باذن الله. كل التوفيق للمنتخبات العربيه. سعيدي زملكاوي والفخر ليا.